أصدقاء، اليوم عندي وصفة مربى قشر البرتقال. نتخلص من الطبقة اللي بيها مرورة، بعدين نجي نقسم البرتقالة إلى أقسام متساوية، بعدين نجي نكورها بهذا الشكل. هسه خليت القشر بمي مغلي تغلي مدة 10 دقائق، وأدير المي مرة ثانية، أخليها مي جديد وهم تفور لمدة 4 مرات، كل مرة يفور المي وأديره إلى أن نتخلص من المرورة. هسه هاي المرة الخامسة خليت كاسة سكر، كاسة مي وهيل وملعقة صغيرة ليمندوزي، راح أخليها تفور. راح أخلي كوب من عصير البرتقال وأخليها تغلي. هسه راح اخليها تبرد واخليها بشوشه.